الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الأساتذة الأجلاء، الزملاء الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم اليوم لنستعرض أو نسترجع بعض المعلومات عن الحساسية الغذائية. معكم أحمد صلاح موسى صالح، أستاذ مساعد بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية، كلية الزراعة، جامعة أسيوط. الحساسية الغذائية بمفهومها البسيط كما تفضل زميلي الفاضل الدكتور هلال حتة، إن هي عبارة عن رد فعل غير طبيعي للجهاز المناعي تجاه بعض أنواع محددة من الأغذية أو مكوناتها، وفي الغالب بتكون البروتين. بعد ما يتهضم الغذاء في الجسم ويمتص، يبدأ الجهاز المناعي يشتغل ويحس الخلايا السيتوبلازم على إنتاج كميات زائدة من الجلوبيولين المناعي، واللي بيتصل بدوره مع الماست سيلز والبازوفيل، فتفرز وسائط كيميائيه زي الهيستامينات والسيتوكينات اللي هي مسؤوله عن ظهور اعراض الحساسيه في الجسم او في الاعضاء المختلفه للجسم. الدراسات الاحصائيه قدرت ان 8 ل 10% من الاطفال عندهم حساسيه غذائيه، وبتنخفض النسبة في البالغين 2 ل 4%. طبعا دي بعض دراسات غير موسعة، ولكن نحن في حاجة لدراسات دقيقة إحصائية، خاصة في مصر لا تتوافر أي بيانات إحصائية عن انتشار الحساسية في مصر، ولكن احنا حاسين في حساسية الجلوتين في الوحدة بتاعت كلية الزراعة في المخبوزات اللي هي خالية من الجلوتين، اللي فيها أعداد متزايدة بشكل مضطرد في حساسية الغذاء. في 9 أغذية رئيسية مصنف علينا بتسبب 90% من الرياكشنز او التفاعلات بتاع حساسيه الاغذيه، اللي هي يعني في مقدمتها الفول السوداني واللبن والبيض، وطبعا المكسرات الشجريه والصويا والاسماك والاسماك القشريه والقمح. طيب بعض الدول اللي اجرت دراسات سيرفي او اللي هي مسحيه، طبعا اصدرت قوانين وتشريعات ملزمه ان مصنعي الاغذيه او اللي هم يتداول الاغذيه لازم يكتبوا بيانات وتحذيرات اضافيه على البطاقات عشان يحموا الناس اللي عندهم حساسيه. على سبيل المثال في اليابان سنه 2017 عملوا دراسه مسحيه، بيقولوا ان في ناس بتعاني من حساسيه ناحيه 21 من الاغذيه، اللي كان في مقدمتها البيض وانتهت القائمه بالتفاح بنسبه 2.2%. فاصدرت اليابان تشريعات ملزمه لسبع اغذيه منهم، واوصل بنيبا في بيانات صحيه وتحذيريه على بطاقات ال 21 كلهم. طيب نيجي لدوله مثلا زي استراليا ونيوزيلندا، التسعه الرئيسيين اللي احنا اتكلمنا عنهم واضافوا ليهم الترمس، فاصدروا قوانين ملزمه وتشريعات ملزمه ب10. في الولايات المتحده الامريكيه لغايه قبل يناير الماضي كانوا 8، وطبعا عملوا دراسه مسحيه ليهم 1.6 مليون عندهم حساسيه لبذور السمسم، فأصدروا تشريعات ملزمة للسمسم فأصبحوا 9 في الولايات المتحدة. فطبعا بتختلف التشريعات الملزمة من دولة إلى أخرى حسب الدراسات التي تم. طب إيه هي أعراض الحساسية الغذائية؟ الأعراض الشهيرة اللي حضراتكم عارفينها اللي هي تتعلق بتظهر في الجلد أو في الجهاز التنفسي العلوي أو في الجهاز التنفسي السفلي. أعراض تتعلق بالقلب ووظائفه، وأعراض تكون باضطرابات في الجهاز الهضمي، وأعراض تكون في الجهاز العصبي زي التعب والدوخه وخلافه. الاعراض بتظهر خلال ساعتين بعد تناول وجبه، قد تتاخر احيانا مثلا من 4 ل 6 ساعات، او تظهر بعد 4 ل 6 ساعات. طيب الاعراض تتراوح من خفيفه او متوسطه الى حاده او شديده. طب ايه اللي بيأثر في الكلام ده، او الفاكتورز اللي بتأثر بتخليها شديده او خفيفه؟ طبعا السيفر بتاع الالرجي، هل هي حاده؟ بعض الاغذيه طبعا بتسبب حساسيه حاده زي الفول السوداني على سبيل المثال، معروف ان حساسيته اشد مقارنه بانواع اخرى. كميه الاكل اللي تناولها الشخص الحساس او المريض دوت، كل ما زادت الكميه طبعا يتوقع ان الاعراض تظهر مبكر وتكون حاده. طب التناول الغذاء في اي صوره؟ صوره ثايله ولا صوره صلبه؟ طبعا امتصاص الاغذيه الثايله بيكون اسرع من الاغذيه الصلبه، وبالتالي يتوقع ان الاعراض تظهر مبكر وتكون اكثر حده. طيب هل كان الغذاء اللي هو اللي عنده حساسيه ليه لوحده ولا مع مجموعه اخرى من الاغذيه عن وجبه متنوعه؟ طبعا دي برضه بيأثر في شده الحساسيه. هل هو مدمن الكحول او التدخين؟ طب يمارس الرياضه؟ زي ما حضراتكم عارفين ان في حساسيه الغذاء بتظهر فقط عند ممارسه الرياضه، اللي هي بيسموها اكسرسايز انديوست فود الرجي. يعني لو ما مارستش الرياضه ما بتحصلش الحساسيه، واحيانا الرياضه بتزود حده الحساسيه او شده اعراض مين؟
الحساسية. طبعا برضو وجود امراض مصنعه في مزمن اخرى زي الرهاب والالام بيأثر في شده الاعراض. طيب الارتباط دايما من الحساسيه المفرطه واللي هي الانافيلاكسيس دي لو ما تمش تدخل بشكل سريع ممكن تهدد حياه المريض. الانتشار الحساسيه الغذاء في الوقت الحالي هل بيزيد ولا بيقل؟ طبعا الدراسات مؤخرا ذكرت ان الارقام تضاعف وطرحوا اسباب الكلام ده. في دراسات قامت على الاسباب دي عشان تاكدها ودراسات اخرى قامت ضدها عشان تنفي ما توصلت اليه الدراسات. فكان والله المسؤول عن انتشار الشديد لدرجه ان في اوروبا وامريكا بداوا يصدقوا على انها وباء خاصه باللي هي الحساسيه المفرطه. انتشرت بشكل كبير في امريكا وفي اوروبا نتيجه اللايف ستايل والنظام الغذائي. فعلى سبيل المثال العوامل الغذائيه في دراسات قالت لك والله احنا قدمنا لكل السودان الطفل في عام الاول في عام اللي هو في العمر المبكر فخفضت الحساسيه بنسبه 80%. راح الدراسه الثانيه قالت الكلام ده ممكن ما يكونش صحيح. على سبيل المثال اليونان احنا عملنا دراسه في اليونان هم ما بيبكوش الكل السوداني ولا بيبكوه بكميه بسيطه جدا وجينا حاسين الكل السوداني عندهم صفر. حاجه ثانيه ناس قال لك مثلا الاختلاف في طرق التصنيع بتاع الاغذيه اللي هي الفود بروسيسنج ممكن تكون سببت عوامل بيئيه زي التغيرات المناخيه والارتفاع مستوى النظافه وشروط النظافه قلل الانفكشن في عمر الطفوله وده بيزود احيانا من تطور الحساسيه ولكن ما زالت العمليه في شد وجذب بين الدراسات، دراسات تؤيد هذه الاسباب ودراسات تعارضها في المجال لسه خلق جديد للابحاث خاصه الابحاث البينيه ولذلك احنا ندعو باجراء مزيد من الابحاث البينيه. مشكله حساسيه الغذاء مشكله معقده صعب جدا تخصص واحد يحلها كلها ويفهمها وانا ما اقدرش اوجد علاج او مثلا تشخيص جيد الا لو افهم اساس العمليه واسبابها او المشكله. فاحنا محتاجين المناعه والفسيولوجيا وعلماء الغذاء والتغذيه ان هم دايما يتعاونوا في بحوث بينيه عشان يفهموا اليه الحساسيه ثم يطوروا تريتمنت ودياجنوستيك تول لتشخيصها. طيب هل هي فود الرجي ولا فود انتولرانس او اللي بنسميها سنستيفيتي؟ طبعا الفرق العام بينهم قال ان الفود الرجي دي بيكون الجهاز المناعي ليه دور في رد فعل الجهاز المناعي. اما الانتولرانس دايما بيقول لي بيكون مشكله في الجهاز الهضمي. زي مثلا انزيم ديفيشنسي او نقص الانتماية زي ما بيحدث في اللاكتوز عند الاطفال على سبيل المثال. عندنا الفود اديتيفز اللي هي المضافات الغذائيه موجوده النهارده بمئات الانواع والاف الانواع اللي هي مسؤوله عن اعطاء اللون للاغذيه والنكهه والطعم وغيرها بتسبب الحساسيه. زي مادة احاد جلوتامات الصوديوم اللي هي الملح الصيني واللي هي في الاندومي او المكرونه سريعه التحضير وغيرها. التسمم الغذائي احيانا بيعمل رياكشن تشبه الحساسيه. التسمم بالهيستامين من الاسماك اللي هي زي المكاريل والتونه والاسماك المنوسه بالبكتيريا برضه ممكن يعمل اعراض تشبه الحساسيه. برضه الجلوتين انتولرانس او اللي هي عدم تحمل الجلوتين. والجلوتين رغم ان الجهاز المناعي ليه دور ولكن ما بيتكونش اجسام مضاده لحصول الجلوتين اي وبالتالي ما بيعتبرهاش حساسيه ولكن هي خطرها شديد احيانا على الامعاء والامتصاص وبالتالي بتاثر على المريض. في برضه لما تكون في قرح في الجهاز الهضمي وفي كانسر ممكن بعد تناول الوجبه تحصل رياكشنز ممتازه لمين؟ للحساسيه. كل ده يعتمد على خبره الطبيب في التفريق ما بين الالرجي والانتولرانس او السنستيفيتي. طب ايه الحاجات اللي ممكن نفرق بينها برضه بين الالرجي والانتولرانس؟ يعني في الاونست الانتولرانس عاده اعراضها بتظهر متاخره، اما في الالرجي بتظهر ما بين خلال ساعتين بعد تناول الوجبه وممكن تتاخر احيانا لاربع ست ساعات. حاجه ثانيه مثلا الاماونت في الانتولرانس ممكن المريض ياخد كميه صغيره من الغذاء ما تحصلش مشكله، اما في الالرجي 25 مللي جرام او اقل مثلا على سبيل المثال بتكون السودان بتعمل ايه؟ بتعمل مشكله. في الاكسبوجر هنا لازم ياكل الغذاء نفسه اللي بيسبب الانتولرانس عشان تظهر الاعراض. اما الكروس كونتامينيشن في الالرجي على سبيل المثال استخدمت اناء ملوث باثار من الفول السوداني مثلا. او باثار من الدقيق اللي هو فيه جلوتين على سبيل المثال ده بيعمل مشكله. طب الافكت او التاثيرات التاثيرات هنا في الانتولرانس بتكون خفيفه الى حد ولكن ما بتهددش الحياه. عمل انافيلاكسيس في الالرجي لو ما تمش التدخل بشكل سريع ممكن تهدد حياه المريض. التشخيص حتى الان في دراسات كثيره جاريه بتعتمد على الجهاز المناعي يعني بتحاول توصل لطرق تشخيص اكثر دقه واختبارات سريعه ولكن حتى الان ما حصلش امبروفمنت لاي منها وان شاء الله ننتظر نتائج مبشره ولكن حتى الان طرق التشخيص المعتمده
هي المهم ان المريض يكون عنده وعي بالتوجه للطبيب، بيتوجه للطبيب، الطبيب بيوجه له عده اسئله محدده. الاسئله الهدف منها ان الطبيب يحصل على معلومات من المريض تخليه يزود نسبه الشك في غذاء بعينه. بعد كده عايز احول الشك لليقين، فالتالي بالاختبارات التاليه. ما زال طبعا الفود الاورال فود تشالنج هو اللي بيسموه البولد ستاندر حتى الان، ولكن دي محتاجه خبرات خاصه، مش اي طبيب يقدر يعمل التحدي ده عشان ما يعرضش المريض للخطر. ولذلك احنا بنوصل دايما بعقد ورش تدريبيه لتدريب الاطباء المتخصصين على عمليه التشخيص، لان التشخيص الصحيح والدقيق هو يعتمد عليه العلاج. وفي ناس مرضى بتعاني للاسف بسبب التشخيص الخطا، او قد يتوجه لطبيب غير متخصص، وبالتالي برضه محتاجين الامانه ان الطبيب لو وجد نفسه مش متخصص وهو شاكك ان تكون حساسيه يوجه المريض لفين؟ للطبيب المتخصص عشان التطبيق، او المريض ما يتعبش ويصرفش ويتكلف، ومعظمهم بيكونوا من ان هم ذوي الحاله الاقتصاديه المنخفضه. طيب ايه العلاج او التريتمنت؟ انا عندي زي ما حضراتكم تعلموا ان في ثلاث استراتيجيات للعلاج، اما علاج ينهي المشكله يعني يقضي على المرض او يشفيه. ده مش متاح حتى يومنا هذا وقطع في حدود معلومات، مش متاح في الحساسيه الغذائيه. مفيش علاج ينهي المشكله. وبالتالي هنرجع للعلاجات التطبيقيه. في حال لما تكون الاعراض خفيفه قد تكفي مضادات الهستامينات، ولما تكون الاعراض حاده اللي هي زي في الانافيلاكسيس او الحساسيه المفرطه محتاج المريض ياخد جرعات ادرينالين. وطبعا المريض هنا لازم يكون متدرب ان هو يستخدم الادرينالين اوتو انجكتور خاصه في الطوارئ عندما لا يجد مستشفى او خلافه، فمحتاج مثلا الطبيب يدربه ازاي يستخدم الادرينالين اوتو انجكتور. بعد كده الطريق الثالث وهو المتبع حاليا في الاغذيه اللي ملهاش حل، اللي هو عن طريق المانجمنت بلان، خطه اداره لتجنب المرض. تجنب ازاي؟ عن طريق تجنب الاغذيه او تناول الاغذيه اللي بتسبب الحساسيه. طبعا ده طريق كله تحديات وطريق شاق. اعداد الخطه الجيده اللي هيلتزم بها المريض تعتمد على خبره الطبيب، ونجاح هذا الطريق يعتمد على التزام المريض او التزام من يعوره لو هو طفل، يعني الطفل مش هيقدر يلتزم بنفسه. فطبعا احنا هنا انا حطيت مجموعه من النصائح اللي بتخلي المريض يعيش بسلام مع حساسيه الاغذيه، المفروض الطبيب يدرجها في خطته. وللاسف انا بعيب على بعض زملائي الاطباء انه ممكن ينزل يقعد ينصح مريض شفهيا، مجرد ما يطلع من العياده ينسى كل حاجه. يفضل ان احنا نعد الخطه بتاعت اداره حساسيه الغذاء للمريض بصوره مكتوبه او في صوره كتيب يحتفظ بيه. لو هو ما بيعرفش يقرا في البيت اكيد واحد بيعرف يقرا هيعتني بيه، ولو هو طفل اديها لامه او اللي هو بيرعاه يقراها دايما عشان يتذكر وما ينساش. ايه الاحتياطات اللي المفروض ياخدها داخل البيت؟ طب احتياطات في السفر، طب احتياطات في الاكل بره في المطاعم، طب احتياطات وهكذا. فانا بنصح الاخوه والزملاء الاطباء ان هم يعملوا الخطه دايما مكتوبه، تكون مطبوعه بشكل كويس زي كارت كده يحتفظ بيه المريض طول حياته عشان لا يعاني في المستقبل. طيب ايه الحاجات اللي شغاله حاليا او الاكسبيرمنتال او الكلينيكال ترايلز؟ في دراسات كثيره حاليا، لان زي ما قلنا بسبب الزياده وتضاعف الارقام بدات انظار الباحثين والمتخصصين تهتم بالحساسيه. فبداوا يبحثوا عن علاجات جديده وطرق اللي هي انوفيتيف، زي اللي تحدث عنها زميل الفاضل الدكتور هلال حته لتعديل الميكروبيوتا بتاع الامعاء وغيرها. دي احد الاتجاهات او الاستراتيجيات الجديده، ولكن ما حصلش ابروف من حتى الان لاي منها، يعني ما زالت تحت الدراسه والاختبار، ولم يتم ابروف من لاي طرق علاجيه جديده الا سنه 2020. الاف دي الامريكيه اعتمدت ما يسمى بمسحوق الفول السوداني. ده مسحوق منزوع الدهن بيتم اعداده بطرق خاصه، والمنتج التجاري حاليا تحت اسم بالفور ريزيا بصورة جرعات بالملي جرام، اما في كبسولات او في اكياس. بيعالج اعراض حساسيه الفول السوداني في الاطفال من 4 ل 17 سنه لو تعرضوا للحساسيه بشكل خطا، ولكن من غير ما هي بشكل مقصود. ولكن للاسف وجدوا ليه اسباب سلبيه كثيره خاصه بالمرضى الضغط، ومش اي حد ينفع ياخده، والاطفال الصغيره برضه بيمثل خطوره لانه عباره عن باودر لازم يتاخد مع الاكل، ما ينفعش ياخده زي ما هو وغيره، محتاج مزيد من الدراسات. طيب برضه شغاله دراسات حاليا عندنا في علوم التكنولوجيا الاغذيه اللي هي تاثير الفود بروسيسنج، العمليات التصنيعيه اللي بتتم، المعاملات الحراريه زي البسترة والتعقيم، والمعاملات الانزيميه والتخمر والخمير على درجات حراريه مختلفه. هل بيعدل من الاستراكشر والتركيب الكيميائي بتاع البروتين، وبالتالي لما يتخدم ويمتص هيمتص بصور الغذائيات المختلفه، وده اصلا ممكن
بيخفض من شده الحساسيه بتاع الاغذيه اللي بتسبب الحساسيه ولا لا؟ الدراسات ما زالت مستمره في هذا المجال، ولذلك دايما بنوصي ان احنا بدل مجهودنا مشتته المشاكل المعقده لا تحل الا بابحاث بينيه ودراسات بينيه فيها عده تخصصات بتاع المناعة والفسيولوجيا يحاول يفهم الميكانيزم والآلية. لو أنا فهمت الميكانيزم والآلية هقدر أوصل لتريتمنت كويس ودراسة الإفكت أوف فود بروسيسنج وغيره. ولكن المشكلة طبعا إحنا عندنا الترقيات دايما مع الجيران، يقول لك أنا اشتغلت مع حد من الصيدلة ولا زراعة هننشر في أي مجال لو مين اسمه الأول ومين اسمه الأخير. ومشكلة كبيرة في البحوث البينية والدراسات البينية. هنا جينا للسؤال الأخير في المحاضرة بتاعتي اللي هو ما الذي نحتاج إليه الآن في مصر؟ وفي المستقبل او التوصيات اللي احنا محتاجينها، وقالوا للساده القائمين على المؤتمر انهم يطبعوها من ضمن توصيات المؤتمر. طبعا هم 10 توصيات مهمين جدا، مش ما فيش وقت ان انا اتكلم عنهم كلهم، هتكلم عن واحده بس فيهم، عن تجربه من وحده انتاج المخبوزات الخاليه من البروتين عندنا في كليه زراعه. اعداد المرضى بيتزايد بشكل كبير، او اللي هو التشخيص بسبب تقدم التشخيص والتواجد للطبيب بدا يتزايد العدد بشكل كبير. طب البدائل المتاحه للخليه من البروتين الدقيق احنا بنجيب الكيلو ب 65 جنيه. لذلك الرغيف الخبز الخالي من البروتين ما يكملش 100 جرام بنبيعه ب 5 ل 6 جنيه سعر التكلفه. طيب في بلد اعتمادها الاساسي في التغذيه على الخبز، والخبز والمخبوزات والمكرونه كل ده مصنوع من الفرن، هو ما يقدرش ياكل. معظمهم من الطبقه الفقيره، يعني ممكن يكون غذاءه اليوم بثلاث وجبات الخبز الحار. ما قدرش ياكل خبز القمح، فبيضطر والده ممكن حتى يروح يستلم عشان يجي ياخد العيش عشان ما يعانيش من الحرمان. طب هنا انا بعتبر المخبوزات خالية من البروتين دي علاج، زمن الدوله اللي حكيت مرضى على نفقتها المفروض توجه دعم لهؤلاء، اما توفر لهم المخبوزات ديت بسعر مدعم او منخفض التكلفه لغايه ما احنا كباحثين نتوصل لبديل اقتصادي او اقل تكلفه. دي 10 توصيات اهيت، اتمنى من حضراتكم انكم ترفعوها. اول واحده فيهم خاصه بالناس مرضى حساسيه البروتين. هنا انا ادرجت مجموعه من المقالات اللي هي لخصت اخر التحديثات عن حساسيه الغذاء، ممكن حضراتكم والروابط بتاعتكم توصلوا لها وتقروها، وفي كتير متاح على قواعد البيانات العالميه. طبعا ده بالاضافه للكتب، في كتاب مثلا ذا ايند اوف اليرجي نزل 21 برضه ملخص الاراء والتضارب في الدراسات وغيرها. اشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله.